اهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده من برنامج ملامح. النهارده ملمحنا عن الاراده والتحدي، لان بنتقابل فيه مع فريق ونادي الاراده والتحدي، واللي يعد الفريق الوحيد على مستوى الجمهوريه اللي وصل للدوري الممتاز. النهارده بنتكلم على ازاي ممكن الواحد يكتشف نفسه من جديد، يلاقي متعته في لعبه معينه او رياضه معينه هو بيمارسها، بيقول ان انا لا انا موجود، انا عايش، انا اقدر امارس رياضه زي ما انا عايز رغم الاعاقه اللي موجود فيا. كمان لما يصعد من مستوى لمستوى اخر ده بيشجعه اكتر على ان هو يعني يوصل للمستوى الاحسن ويتقدم اكتر او يبقى في حاجه افضل بعد كده. النهارده هنتكلم يعني من خلال حلقتنا النهارده على نادي الاراده والتحدي بمحافظه الاقصر للعبه او رياضه الطايره جلوس. تابعونا وكونوا معانا. مشاهدينا مرة تانية معانا النهاردة ومعاكم ضيف حلقتنا الأستاذ أو كابتن أحمد محمد سيد، عضو مجلس إدارة وأمين صندوق نادي الإرادة والتحدي. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. النهاردة أنا يعني عايزة أتعرف أكتر على النادي، على نشأته، على الفكرة جت من فين. يعني أن أنتوا، أنا طبعا ملاحظة وشايفة أن هو بيختص بلعبة الطايرة أو رياضة الطايرة الجلوس، لكن مستغربة أن اللي في الفرقة كبار سن، يعني فاهمني، ودي الغريبه، وان انتوا تصعدوا وتكسبوا وتشاركوا في مسابقات. يعتبر برضو النادي وليد، يعني ليه 8 سنين او حاجه زي كده. النادي من 2015 تم انشئ النادي. تمام. لعبنا في الدوري الكره الطائره اللي تحت، هو دوري ممتاز درجه اولى ودوري درجه ثانيه. احنا ابتدينا من الدرجه الثانيه، والحمد لله يعني ظرف سنتين وقت قليل خالص. في ناس بتفضل بال20 سنه عشان تصعد، ولغايه النهارده ما صعدتش. مجهوداتنا يعني وتوفيق من عند ربنا والاستاذ حسام القاضي رئيس مجلس الاداره اللي هو صاحب فكره انشاء النادي، كان برضه مع سياده المحافظ محمد بدر في 2015. يعني الحمد لله، يعني الحمد لله وانشئنا فصعدنا بالضبط بعد سنتين بالضبط كنا في الدوري الممتاز، وحافظنا على الوجود بتاعنا في الدوري الممتاز لغايه النهارده. يعني اخر حاجه احنا كنا في شهر واحد كان معانا بطوله في اسيوط، تصفية على ايه؟ يعني عملوا مجموعات الصعيد لحالها ومجموعات بحر لحالها. الحمد لله احنا طلعنا تاني على مستوى المجموعة، في اربع فرق: بني سويف، سوهاج، الفيوم، الاقصر. احنا وبني سويف، بني سويف اول واحنا تاني. ولعبنا بعد كده بطولة تانية برضو في بورسعيد، ومعنا البطولة الأخيرة ترتيب من الأول للسادس، وبيرتبوا من السابع للثامن، وبعد كده من 15 خلال ايه؟ خلال شهر 5 ده. طب كابتن احمد، ايه اللي خلاكم توصلوا كده؟ يعني في فرق منافسه، وفي يعني خصوصا بقول لك اللي لفت نظري ان السن اللي بيلعبوا مش صغير، يعني ده ممكن يكون عوز منهم مجهود اكبر، يعوز مثلا تمرين اكتر، ما اعرفش ايه يعني، فاهمني؟ يعني انا هقول لحضرتك، يعني المجموعه اللي هنا دي قبل ما تكون فكره لعبه او حاجه زي كده، المجموعه دي بتلعب من 82 من قبل الفريق، من قبل الفريق في مركز تبع المديرية، مركز تبع المديرية من 82 وهم بيلعبوا الطائرة. فكرة النادي كانوا بيحلموا بيها، يعني كانوا بيحلموا بيها، فلما وجدوها ابتدوا ايه؟ مستعدين تروح منهم بقى، عايزين يثبتوا نفسهم، عايزين يثبتوا وجودهم. والله والله والله، يعني احنا في الدوري الممتاز اول سنة باقي الفرق كلها كانت تتفرج على فريق الاقصر هو بيلعب. ليه مجموعة؟ يعني احنا كل لحد الاثنين والجمعة باقي تمرن، وكل الناس موظفين وناس معها، بس كيف عندها تاجي كيف جميل. يعني كابتن أسامة عندي حاجة و50 سنة، وممكن تلاقي واحد 45 سنة وبيلعب كرة طائرة ممتاز وزي الفل.
هل اكتسبوا مرونة او التدريب هو اللي خلاهم كده ولا ايه؟ ما بقول لك من 82 هم بيلعبوا الوضع ده يعني زي هقول لك حاجه، يعني في واحد مثلا بيبقى ماشي شغله كله على رجليه، هم شغلهم كله على يديهم، حتى لو هو ماشي بالعكاز فالقوه كلها بتبقى في اليدين. وبالنسبه له كره الطايره دي يعني هو برضه احنا عندنا حاجه، عندنا مشكله، يعني عندنا كابتن مجدي ده مدرب ملوش سنتين، احنا دول بيتمرنوا من زمان ما فيش كان مدرب، والعامل المادي مأثر عليهم. انت تشوفي احسن من كده بس العامل المادي برضه مأثر عليهم. يعني النادي انت يعني حضرتك صورتي هنا المكان اللي بنتطرف فيه، النادي صور في طيبه في جبل، بس يعني ان شاء الله سياده الوزير الدكتور اشرف صبحي يعني وعد ان شاء الله ان هو هيحل. انتوا تستحقوا بصراحه لان انتوا بتعملوا مجهود كبير، انا اسفه، ومجهود مضاعف يعني برضو الاصحاء يعني بيبقى ظروفهم تختلف عنكم، فان انتوا لازم بقى يوفروا لكم الدعم، يوفروا لكم سبل الراحه اكتر بالضبط. يعوضوكم عن التعب اللي ممكن تكونوا بتشوفوه في معاناه التدريب او خلافه، ان انتوا جات لكم الفكره ان انتوا تبقوا في السن ده وحريصين ان انتوا تمارسوا الرياضه، يمكن وده اللي بتطالب بيه الدوله، يمكن سيد الرئيس شخصيا عايز يعني. بصراحه سياده الرئيس ووزير الشباب يعني واقفين وقفه حلوه خالص، والاتحاد البرلمبي بتاع الكره الطايره برضه بسم الله ما شاء الله، يعني هو احنا الفرقه الوحيده اللي بنسافر 16 ساعه عشان نوصل بورسعيد عشان نلعب. شوفي 16 ساعه وانت قاعده ابو كتير قوي. كتير قوي. فانا يعني بنحاول مع المحافظ، ربنا يكرمنا ان شاء الله، وسياده المحافظ برضه وقف معانا وقفه بصراحه، كل الشكر والتقدير لسيادة. هقول لحضرتك على حاجه، والله انا يعني مش تحيزا لحد، بقول لك هم لما بيلاقوا الامكانيات موجوده مش بيتاخروا، بس تكون موجوده هي دي المشكله. يعني سياده المحافظ كذا مره نروح له لغايه عنده، والله ما رفض حاجه، يعني كل شكر ما رفضش اي حاجه. طموحكم ايه بالنسبه للفريق كابتن احمد؟ يعني انا ما اعرفش قوي بصراحه في الرياضه، او ان انتوا الستيب اللي جايه بتاعتكم ممكن تبقى ايه يعني. هو احنا طموحنا البكان بتاعنا ان هو يتبني، عشان برضه في كوادر وفي في لعيبه ناشئين. لسه عايز اقول لك في بقى لعيبه تانيين، معانا لعبه بتلعب في المنتخب، سافرت هولندا وسافرت غيره، لعبه بتلعب في المنتخب من فين مطلوب، اسماء سيد احمد بنات، فاحنا ما فيش امكانيات عندنا نعمل فرقه بنات، فساعدناها والحمد لله ربنا كرمها ووفقها، وبتلعب مع الشرقيه للدخان. طب دي بتلعب بشكل فردي بقى؟ لا بتلعب مع، يعني هي من هنا بس تروح تلعب مع الفريق بتاع الشرقيه؟ ما هو الشرقيه فيها مجموعه بنات، فعندها فرقه احنا ما عندناش، احنا عندنا ثلاث اربع بنات، وفرقه الطايره دي لازم تكون على الاقل 10. فهي انضمت ليهم؟ يعني احنا عملنا فرقه بنات في 2018 سبعة بالعدد، أما السنة الوحيدة اللي شاركنا فيها بفرقة البنات، بعد كده اللي اتجوزت واللي بتاع فنقصت الفرقة، فهي يعني طلبوها بحري قلنا لها توكلي على الله، ادينا لها الجواب وتوكلت على الله وربنا كرمها وراحت المنتخب والحمد لله، يعني مشرفانا برضه طبعا. طب شو انت بتحكي عليها بكل فخر طبعا، يعني احنا اساسا عايز اقول ايه، اني من حسن حظنا يمكن الصعيد او ابناء الصعيد او رجاله الصعيد بطبعهم يعني يعشقوا التحدي، يعني يحبوا كده حاجه صعبه ويروحوا لها سبحان الله يعني بالضبط. او يمكن بيلاقوا متعه في الحاجات دي، يعني ما بيحبوش اللي بيجي بالساهل زي ما بيقولوا. معانا الكابتن شادلي احنا برضه وثب طويل، ماخذ مركز ثاني في المسابقه بتاعت اللجنه البرلمبيه، كانت في شهر واحد مركز ثالث، وكان نادي برضو تكريم عليه وكل حاجه. في عايز اقول مشاهدين ان في كتير في بلادنا على فكره، وفي كتير بجد عندنا نماذج والله، وان كنا لا نعلم عنها يعني كلها معلومات كافيه، لكن عايز اقول ان عندنا بجد لو فتشنا ودورنا عندنا نماذج نحب ان احنا نقدمها علشان تكون قدوه لغيرهم. ف يعني كل التوفيق يا كابتن احمد طبعا، يعني جدا ليكوا للفريق، ونرجو ان انتوا يعني ما اعرفش بقى تصعدوا لحاجه افضل او يعني. احنا بنحاول برضو على يعني انا قد امكانياتنا، وان شاء الله تشوفوا حاجات كتير حلوه خالص منهم، لان هم جواهم كتير لسه، جواهم كتير خالص، فاحنا بنحاول برضو على قد امكانياتنا.
ونلتقي مع كابتن الفريق كابتن اسامه محمد مصطفى. اهلا بك. اهلا مرحبا. النهارده انا شايفه وانتوا بتتدربوا حاليا، وكان كابتن احمد بيقول ان بتتدربوا مرتين في الاسبوع. مرتين في الاسبوع. مرتين هنا بنتدرب هنا مرتين في الاسبوع، وبعد كده لما يكون معنا مثلا بطوله في الدوري الممتاز بنروح طيبه. فطيبه تبعد من هنا حدود يعني بتاع 30 كيلو يعني. اصلا من سكان الاقصر. اصلا من سكان الاقصر، وفي ناس من الكرنك ومن انحاء المحافظه هنا. طب كابتن يعني ربنا يديكم الصحه والعمر، يعني انا شايفه ان اغلب الاعمار يعني فيما فوق سن الشباب، ما دي جت صدفه ولا يعني مقصوده ان انتوا الفئه دي هي اللي تشكل الفريق ولا ايه؟ لا مش هي مش مقصوده، بس ان برضه برضه زي ما انت عارفه برضه فئه حكايه شلل كشلل الاطفال برضه مع العلاج والكلام طبعا دلوقتي، فما فيش دلوقتي، فطبعا دي من المراحل القديمه يعني. انا حاليا المركز منشا من 98، فطبعا كنا احنا في المراكز، فطبعا بعد كده مع اوريدي في الموضوع ده بدأ بتاع اكتر من 20 سنه احنا هنا في المراكز. لكن اصل هو النادي بشكل رسمي من 2015. من 2015 ده النادي، لكن انتوا كمركز قبلها كنت المركز ده يشمل جهه الشباب والرياضه، اما النادي ده قطاع ده خاص. فبنشارك في الدوري الممتاز زي كره القدم، زي مثلا نادي الاهلي نادي الزمالك، فبنشارك احنا في الدوري الممتاز. بس عايز اقول لك ليه الطايره يلوسي، يعني ايش معنى الطايره؟ الطايره هي لعبه محبوبه اصلي يعني. بحب اللعبه دي الصراحه. يعني طلعنا فرقين نفسنا ايه بنجيد في اللعبه دي، مع انها لعبه صعبه جدا. لسه عايز اقول لك يعني بص ما اعرفش المرونه في ان انت تصوب ناحيه زميلك او ان انت مش عارف، يعني انا حسب ما انا شفت كده يعني. هي الطايره الجلوس دي عايزك تعتمد على ايه بقى؟ تعتمد على حركه الايدين والحركه والعقل. العقل ما هي لياقه بدنيه. انت بتعلى على ايديك، بس العقل فيها في الكره ازاي تترفع، ازاي تحط الكره في المكان الفاضي، انت تضرب، انت تشوت. هي كده الطايره هي لعبه صعبه جدا يعني، انه كلها بتعتمد على البدني. انه بتعتمد على الجزء العلوي اللي هو على كله حركتك على ايديك، بس على ايديك. من خلال بقى مشاركتكم في المسابقات والبطولات احساسكم بيبقى ايه ساعتها يعني؟ وخاصه ان انا عرفت ان انتم ما شاء الله بتحصلوا على لا احنا حاليا دلوقتي في الدوري الممتاز يعني من ساعه ما انشا النادي من بتاع 5 سنين او 6 سنين، فالحمد لله دكتور احنا في الدوري الممتاز يعني. في انديه محافظات لها يمكن سنين ما وصلش، بس احنا مع الكفاح والتعب ومجلس الاداره برضه يعني دكتور حسام يعني ربنا يجزيه كل خير، ونائب مجلس الاداره محمد حامد امين الصندوق، فالناس يعني برضه تشكر، ونشكر برضه يعني محافظ الاقصر وبرضه الراجل بيقوم دائما معنا بالدعم، بيحاول بقدر ما يمكن ان هو يقوم بالدعم معنا، ففيش دعم اساسا برضه دعم ضعيف. لازم يا كابتن عشان يفضل اللاعب في لياقته البدنيه المتكامله ومستواه ما يقلش محتاج ايه؟ محتاج طبعا لازم يكون في جيم، في تمرين على الجيم، رفع اثقال، فيكون في حاجات كثيره دائما، بس دائما كل حركات التمرينات اللي هي انت بقى اللي بتدربه. انت اللي بتدربه. انا في مدرب معانا هو اللي بيدرب معاكم، مدرب، بس انت الكابتن اللي هو بيكون ايه بقى الاكبر سنا. لا مش حكايه اكبر سن، مش حكايه كده، لا هي يعني مش اكبر سنا يعني، اقول يعني بعتبرها مثلا اكبر سنا، بس انا يعني قائد الفريق، انا اقول مثلا العب هنا، لا اتحرك من هنا شمال، انا اقود الفريق للعب الصح. وكمان انا عرفت ان انتم بتسافروا مسافات طويله بتبقى متعبه بالنسبه لكم، كتر خيركم يعني. اكثر من 17 18 ساعه انا بروح بورسعيد بالظبط، ومرات بنطلع على راس البر. يعني في السنة ممكن نطلع يمكن 3-4 مرات في الدوري الممتاز، ذهاب وعودة ذهاب وعودة. بس كابتن احمد بيقول لي انها بمزاجكم يعني، انتوا مبسوطين حابين اللعبة فعلا يعني. احنا جايين هنا احنا حابين اللعبة، لا ندور على اي شيء، اننا حابين اللعبة. حابين لعبة الطائرة ان شاء الله في المستقبل يكون فريق الإرادة والتحدي يعني ليه مكانة اكبر ويتعرف بشكل افضل يعني. ربنا يكرمنا، احنا معانا نادي في ديبا، معانا نادي حاليا ماخذين قطعة أرض في ديبة، بس ما بعد ما يبدأوا فيها، بس ما فيش مساعدات، ما فيش دعم مادي، عاملين فيها برضه صالة وعاملين فيها ملاعب وعاملين فيها نزل، بس هي أرض فضاء، ما فيش دعم مادي، ما فيش حد بيساعد يعني. الناس تشكر الناس مجلس الإدارة يعني بكل مجهود وبكل مجهود ذاتية بيجيبوا. والله بص موجود، أهم حاجة مطلوبة هي العنصر البشري اللي هو حضراتكم وأنتم موجودين، وخاصة بتقولي إنك بتحبوا اللعبة لا بنحب لعبة الطائرة فعلا يعني. استمر بيكم يعني إن شاء الله يعني، الحمد لله والله. فهي روحنا الطائرة والله. Thank you.
كابتن مجدي بهيك خليل مدرب نادي الإرادة والتحدي والمدير الفني. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. النهارده بنتكلم على الفريق وعلى إنجازاته اللي كانت يعني واضحة في الفترة الأخيرة، وما شاء الله عليكم فزتوا على مستوى الجمهورية. بيقول يعني الكابتن أحمد بيقول إن أنتوا الوحيدين اللي على مستوى الصعيد. الصعيد. طيب عايزين نقول ده اكيد ما جاش من فراغ كابتن، يعني اكيد في تدريب مستمر، اكيد في مواصفات معينه للاعب، اكيد بتحرص حضرتك على حاجات معينه لازم تطبقها. هو اول بند لازم يكون دايره جلوس وضع حركي اللي هو اصابات الرجل، تمام. اجادته مش مهم السن، السن الاعمار عادي، بدايه من 12 سنه اي حاجه متواجد فيه الاعاقه الحركيه، يعني عاقة ايد برضو ما ينفعش، عين ما ينفعش، لازم حركي اللي هو الرجل. الاعمار بالنسبة للوضع الجلوس اي عمر مفتوح لحد 60-65 كلهم متواجدين. ده شيء جميل. من بقولك انا شايفة هنا الاغلب الاعمار يعني مش صغيرين، كبار. لا، في كبار وفي عندنا نشأ صغير، عندنا نشأ صغير من اللي هو من 15 لحد مثلا 22 ده موجود عندنا. هو فريق واحد ولا انت ممكن بتبدل في الاعضاء؟ لا، هو فريق عندي انا في حزبة 40-50 نفر بيجيد هنا اللعبة، فانا بختار عناصر معينة اللي هي اللعب بتاعهم بيجيب معايا اقدر افوز بيه، اللي هو طول، السرعة، المهارة، اللياقة، الرشاقة، دي مرتبطة معانا في وضع الجلوس، ان وضع الجلوس اصعب من وضع الاسوياء بكثير. يعني انا اقدر في الاسوياء احدد اعمار، وضع في الاسوياء ممكن في حاجه اسمها الاجبال، في 16 واقل وفي فوق ال 16 اقدر احدد اعمار، لكن وضع الجلوس دايره جلوس لا، السن مفتوح، ممكن يلعب عندنا لاعب 12 سنه، ممكن لعب 15، معانا احنا لاعب هو الكابتن اسامه 54-55 سنه، وفي الكابتن عبد الرحمن برضو مجلس اداره ولاعب جديد. السن ما يتنافاش مع اللياقه البدنيه، مع خفه الحركه، مع مثلا الوزن اعتقد ما يبقاش زياده قوي. لا، ما عندناش احنا اوزان، احنا الاوزان كلها 70-80، وغير كده انت الملعب صغير بيبقى في حدود 5 متر، 5×5 يعني برضو المحكوم شوية عن 9 متر، يعني ملعب الأسوياء 18 متر، ملعب وضع الجلوس 10 متر، فبتبقى محكومة شوية على السرعة واللياقة والمهارة، برضو بيبقى في أحسن شوية من الأسوياء. يعني قصدي ما تقول لهمش في تمارين معينة لازم يتبعوها، في تمارين وفي وضع غذائي، بس برضو الوضع الغذائي مش بينفذوه كويس، اني مش متواجد اللي موجود، يعني ما نقدرش، يعني ممكن عاوز اعمل معسكر مغلق، الامكانيات اللي عندي محدودة ما اقدرش، عاوز اعمل له مثلا وجبات غذائية محدودة، الوضع المادي عندي في النادي ما ينفعش، فانا بشتغل بالوضع القائم اللي انا فيه. يعني ده نتيجة ورغم كل يعني قلة الامكانيات بقى. يعني انا الامكانيات اللي انا بشتغل بيها ادواتي الشخصية، فما عنديش، انا عاوز اجيب مثلا قمع، عاوز اجيب حبال سوسته، ما فيش امكانيات عندي في النادي اللي انا اجيب، فانا بشتغل بالوضع اللي موجود، يعني الوضع القائم اللي انا عندي انا بشتغل بيه، وحتى كفلوس ماديات اللي موجود ما اقدرش، انا حتى لو طلبت اي طلب مش هيتنفذ، اني ما فيش، هو نفسهم نفس عندي اداره النادي ان هي تلبي الطلبات بتاعتي، بس ما فيش. ايه اللي بيخليكم متفوقين يا كابتن عن غيركم؟ يعني بتروحوا بتقابلوا فج بحري فرق تانية يعني ومع ذلك ما شاء الله بتتغلبوا عليهم، ويمكن الجو عندنا هنا حر وصعب، ولا ده اللي بيديهم الصلابه يعني ولا ايه بالظبط؟ احنا اول بند بنحب بعض، دي احنا عندنا روح التعاون مرتبط بينا، مش فارقة معانا فلوس، او احنا النادي اللي احنا بنتدرب فيه مش بتاعنا، مش ملكنا، احنا واخدينه زي ما تقول زي الايجار، بنقعد فيه محدد لنا يومين بنشتغل فيه، بيجيب ورقة من الشباب الرياضة بيدهولنا، بعض الاوقات بنروح طيبة برضو نفس القصة بجواب، لكن ملناش مكان معين قائم باسمنا، المكان بتاعنا لحد وقتنا هذا ما تعملش، يعني انا اسمع بيه لكن ما شفتهوش، عبارة عن حتة سور وزلط ورملة وما فيش تاني، فايه هنعمل؟ فبنضطر نلعب.
في الفترات الأخيرة أو في السنين الأخيرة أنت عارف أن بقي يعني أعوام متحدي الإعاقة في اهتمام بيهم أكتر من الدولة عن زمان، فنقدر نقول أن فيه ممكن يكون خطوات قادمة في المرحلة اللي جاية ممكن يسلط الضوء على نادي زي نادي الإرادة والتحدي، إذا كان في مطالبات منكم، إذا كنتوا بتقابلوا مسؤولين وهكذا. أتمنى يكون الكلام ده يطبق على الأرض الواقع. يعني أنت زي ما أنت عارف كان زمان مهمشين تماما، يعني الفئة دي كانت مهمشة ولا وجود لها، دلوقتي بدأوا لا يبقوا لهم في كل مكان وفي البرلمان وفي كل الأماكن، فممكن يكون الدور هيجي بالاهتمام من الناحية الرياضية. إحنا دايما بنكتب وبنقول ونكلم ونبعت فاكسات وبنبعت تلكسات ونتمنى. كابتن مصطفى معانا احد اعضاء فريق نادي الاراده والتحدي، اسمك بالكامل ايه مصطفى؟ مصطفى محمد سلطان. اهلا بيك. انت هنا بتلعب معاهم؟ بلعب. شاركتي في اي بطولات قبل كده؟ شاركت معاهم في اسيوط يعني وكده. والله ايه رايك بقى في الفريق وفي النادي وفي اللعب؟ حلو. شاطر انت بقى، المفروض ان انت حركتك خفيفه كده وتبقى الحمد لله يعني تعلم منهم. الحمد لله تدريب يعني، ببص عليهم كده اتدرب حاجه كده، كابتن مجدي برضه بيدربني يعني حاجات. بقالك قد ايه مع مصطفى؟ يعني سنه كده. سنوي. سنه. انت لسه بقى يا دوب يعني. لسه هتكمل اكيد. عجبتك اللعبه؟ ان شاء الله. ولا ممكن تغير نوع رياضه؟ لا لا، هي اللعبه دي حلوه. طيب بالنسبه لك بقى لما بتسافر معاهم خلاص البيت عندك موافق مفيش مشكله؟ لا عادي. مش عارفين انت صغير طب وخايفين عليك يعني؟ لا عادي، هم زي كانهم يعتبروني اولادي يعني. اولادهم يعني. انا شايفه كلهم زي يعني باباك او زي يعني كبار في السن ومسؤولين، فاكيد هيخلوا بالهم منك. صح. يعني اتمنى لك التوفيق يا مصطفى. شكرا. مشاهدينا زي ما شفنا دايما بنقابل الناس اللي عندهم مثابرة كده في الحياة وعندهم تحدي لظروفهم اللي بيمروا بيها مهما كانت علشان يقدموا حاجة بيستمتعوا بيها ويحققوا أيضا على مستوى الدولة والجمهورية ويسعدوا أهلهم وأحبائهم بتقدمهم في شيء معين هم بيحسوا بالفخر إن هم بيتم إنجازه عن طريقهم. بنقابلكم دايما في حلقات جديدة من برنامجكم ملامح.